إسلام بركات بيقول: ما حكم سماع الأغاني وهل يجب إقامة الحد على المذنب؟ بالنسبة للشق الأول من السؤال، حكم سماع الأغاني. الأغاني هذه إذا أردنا أن ننظر في حكمها فإننا نجدها عبارة عن كلمات، الغناء عبارة عن كلام. طيب ما حكم الكلام في الشريعة الإسلامية؟ أن حسنه حسن وقبيحه قبيح، فما كان من غناء كلامه في حدود المسموح به شرعا فهو مباح الاستماع إليه ولا حرمة في ذلك، وما كان مشتملا على ما يدعو إلى الفحشاء ويدعو إلى إثارة الشهوات المحرمة ونحو ذلك فهو محرم لذلك المعنى. طيب ما حكم ارتباط هذه الكلمات بالموسيقى؟ الموسيقى أيضا عبارة عن صوت، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، بمعنى أنه إذا استعملت هذه الآلات الموسيقية في إنشاد أو غناء ما هو مباح من الكلام فلا حرج في ذلك، وإذا استعملت في غناء ما هو محرم وفاحش من القول فهذه إعانة على معصية فتمنع من أجل ذلك، لا لكونها آلات موسيقية وإنما لكونها تعين على ما هو محرم شرعا أو ما يؤدي إلى ما هو محرم شرعا.